أحسن الله إليكم. من شرب الماء في وقت الأذان الفجر في رمضان أو هو يؤذن، نعم هذا ينظر، إذا كان المؤذن لا يؤذن إلا إذا رأى الفجر وجب عليه أن يمسك من حين أن يسمع. لكنه روى الإمام أحمد في المسند بسند جيد أنه إذا كان الإناء في يد الإنسان فلا يضعه حتى يقضي نهمته منه، وأما إذا كان المؤذن يؤذن على التقويم فالأمر في هذا واسع، لأن هؤلاء المؤذنين لو قلت لهم تشهدون أن الفجر طالع قالوا ما نشهد، وتجدهم في المغرب يؤذنون على التوقيت. وأخبرني الثقات أنهم سمعوا المؤذنين يؤذنون والشمس لم تغرب، لأنهم ليسوا يشاهدون الفجر ولا يشاهدون الشمس. وحسب ما نعلم الآن على حسب علمنا أن المؤذنين لا يؤذنون على الفجر، يؤذنون على ما بأيديهم من التقويم، فالأمر في هذا واسع، إذا شرب وهو يؤذن أو أكل ما شيئا وهو يؤذن فليس به بأس. يقضي احتياطا يا شيخ؟ والله ما أدري، الاحتياط إنما يكون إذا كان له أصل.